من قناة اليمن اليوم. استقبل الزعيم علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام عددا من خريجي وخريجات كلية التجارة والزراعة والشريعة والقانون بجامعة صنعاء، الذين قدموا للزعيم دروعا تذكارية عرفانا وتقديرا لدوره في دعم المسيرة التعليمية. من جانبه هنأ الزعيم علي عبد الله صالح الطلبة الخريجين والخريجات على تفوقهم العلمي، متمنيا لهم أن يلعبوا دورا رائدا في الفترة المقبلة في خدمة الوطن، مؤكدا أن هذا الجيل من الخريجين والخريجات نشأوا وترعرعوا في كنف الوحدة، وينبغي عليهم الحفاظ على منجزات ومكتسبات الوحدة وثورتي سبتمبر وأكتوبر القائمة على قيم الديمقراطية والحرية والمساواة والعدالة والحرية والرأي والرأي الآخر. حضر اللقاء الأمينان العامان المساعدان الشيخ سلطان البركاني وعارف الزوكا.